كيدز مايك. كيدز مايك. صغيرك هو اللي عبر على الحياة FM. كل يوم 8 غير ربع. في كيدز مايك لليوم سألنا الأطفال لو كان نقترح عليك بلاد تعيش فيها، شنية البلاد اللي تختارها وعليش؟ وهكا كانت إجاباتهم. أنا اسمي ياسر، عمري 7 سنين. نحب نعيش في بلاد اسمها تركيا، على خاطرها فما بلاصة فيها اسمها إزمير، فيها ثلج وأنا نحب الثلج. أنا اسمي زينب القرامي، أنا عمري 5 سنين ونص. نحب نعيش في المون، كما أفرز المون، مون فيلم واندولايت، فيفي بونجي وليد واندولايت فروغ بونجي أرنب رابت. أنا اسمي ياسمين، عمري 11 سنين. البلاد اللي نحب نعيش فيها كوريا، على خاطر ما فيهاش كورونا، فيها برشا آلات حديثة، فما فريق نحبه برشا BTS، ونحب نهار نحضر في حفلة. فرنسا نعرف الغطرة فيها ريبوتا قبط السياة تمساح وأسد ونمس. عسلامة، اسمي زينب رمضاني، عمري 8 سنين. فرنسا، خاطر فرنسا باهية مزيانة، نحب فما عبيد نحب نقابلهم غادي، هم فرنساويين، شانتا باتريس واميلي وماريو وبرينو ونادين وجوليان امادو اسما وكلود وجولي، هذوما الكل عبيد قريت عليهم عن ستيفات. كيدز مايك. كيدز مايك. صغيرك هو اللي عبر على الحياة FM. كل يوم 8 غير 4.